اتغير. الله، صباح الفل يا ست مطر، وشك ولا وش القمر. تلمي يا بت. والنبي انا فرحانه لك قوي يا ست مطر. فرحانه لي على ايه يا اختي؟ على البال الرايق والميه رجعت لمجاريها. مفيش حاجه يا اختي رجعت لمجاريها، وكله من نبرك. يوه، يعني الحمايه طلعت بلوشي؟ بلوشي. يا لهوي، هو سبراقه لسه برضو يعني؟ مش عارفه يا سوريا، كل ما يقرب مني جتتي تتلبش واحس ان انا كده راكبني جميت عفريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده نفس. انا عارفه بقى، والنبي ما تقولي الكلام ده، قصادي احسن بخاف. اسمعي مني بس يا ست مطر، الحكايه دي فيها انت ايه بقى؟ اكيد حد عامل لكم عامل. تفتكري يا بنت حد يكون رابطه ولا عامل لي حاجه؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا حد عامل له عمل مربوط بيه، يا عامل لك عمل ما تطيقهوش، وفي كلا الحالتين لازم يتفكوا. طب ونعمل ايه يا بنت؟ انا اعرف واحده بتفك الرابط. لا يا اختي، انا بخاف من الحاجات دي. اسمعي مني بس يا ست مطر، احنا هنجرب مش هنخسر حاجه. دوري الموضوع في دماغك، ولو تمام قولي لي وانا ادور لك عليها واجيبها لك من تحت قطيع الارض. امشي يا بنت، غوري من وشي، امشي. همشي. مالتي يا بيضون، انت مش ملاحظه انك معطلني بما فيه الكفايه؟ وانت عارف ان الكوافير مستنيني جوه، وعمال تلف وتدور بكلام ملوش لازمه. بالراحه شويه عليا يا نجمه سلولي، انت عارفه ان مصلحتك تهمني، وانا جاي النهارده مخصوص عشان اوعيك. توعيني من ايه يا اخويا؟ الشغلانه دي انا سبتها خلاص، والمحل مش هرجع له تاني، وحتى البدل رميتها. جاي دلوقتي تبيع لي ان انا ارجع وتقول الجوازه خانقه وقرف؟ انت مال اهلك؟ مين قال الجواز خانقه وقرف؟ انا قلت؟ هو قال؟ انت قلتي؟ يا رمانه، الجواز رضا وقبول، وانت عندك القبول وانا ما عنديش الرضا، يبقى الجوازه دي مش هتتم. اطلع بره يا مالت. بتطرديني؟ اي جو؟ ايوه جو، وناوي دلوقتي حالا قبل ما الم عليك الخلق واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك، وانت عارفني كويس، بيني وبين الجنان هسه، ما تدوش عليها انت. مفيش عرايه بين الجنان والعبط، حاولي ما تقطعيهاش. انت عايز توصل ليه بالظبط؟ مش عايزك تخسري كل حاجه عشان شويه احلام عبيطه، انا جاي النهارده مخصوص عشان مصلحتك. مصلحتي ان اتجوز اللي انا بحبه. الخميس مش هيتجوزك. اطلع بره بره. ماشي ماشي يا نجمه، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزنبليطه. قول يا ابن الكلب. دج اشيك، دج يعني بوبي، يعني رمز الوفاء والامل، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. هو كل شوية برص الحيطة ده يجي يحرق دمنا ويسم بدنك يا أبلة؟ الحق يا بيسا، ده بيقولي الجوازة مش هتتم. قطع لسانه، ده من قهرته يا أبلة. انتي ناسية كان بيحط في كرشه قد إيه من وراكي؟ ده ديته شبش بيلزق على الحيطة ما ينزلش تاني. والواقف بتفتح الباب بالسيجارة. أنا قلت أمي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. أصل بصراحة شكلنا كان زباله قوي. شكلك انت يا اخويا الزباله. انا مالي، انا ماليش فيه. انت شربت ايه؟ كرتونتين بيره على ازازتين ويسكي على قرشين حشيش؟ ادي عيب الدماغ الخفيفه. ده على اساس ان انت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل، ده انت اللي موصلني لحد باب اوضتك بايديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرق مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا، ومراتك؟ مراتك دي ايه؟ يا ساتر، ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لو كانت بتتكلم كانت عملت فيها ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. بالذمه ما انتوش مكسوفين من نفسكم؟ وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه، يعني ما فيهاش حاجه من الواحد دماغه تلف شويه. يعني هو الظاهر ان احنا كده تقلنا في السهر حبه. إذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. والله حتما انت لازم عينيك تبقى في وسط راسك. ده احنا املنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربه تانيه. معلش يا حاجه، ما تكبريش الموضوع كده، ايه المشكله يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هيس على ده، انت بظبط نفسك يعني؟ ده انت كنت صعبان عليا والله. اسمعوني كويس وبلاش رغي. حفله العمروتي حتما لازم تستغلوها، ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني، العمروتي حبيبني
وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك هنا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابد في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سني. كل سم وليه ترياق يا حاجه، ويتوب علينا ربنا. عايز تجوزنا يا حاجه؟ ما دام انت ومراتك مش طايقين بعض تتجوز. ما انت عارف القصه دي من بدري، اشمعنى جاي تكلمني فيها دلوقتي؟ ايه، خفت على خدامتك مني ولا يا حاج؟ ولا كلمه تانية. حنسى انك ابني، كفايه سبتك امبارح عشان ما كنتش في وعيك. انت من امتى يا حاج افتكرت ان انا ابنك؟ ها، من امتى؟ انت طول عمرك ما بتشوفش فيا غير نفسك وبس. اخويا يموت تجوزني مراته عشان اسمك وسمعتك، تخاف على خدمتك مني عايز تجوزني تاني. ومش مهم بقى اطلق مراتي ولا ارميها في صفحه زباله، المهم مزاجك انت وبس. حتى دم اخويا نسيته حق قدام مصلحتك، وراح تحط ايدك في ايد اللي قتله، مش كده يا معلمه؟ صح؟ لا مش صح يا حمار، مش صح. انما الصح بقى أنا عاوز أكبرك وأخليك تسيري السوق ده كله، ولو صبرت عليا شوية يا ياض كنت هتعرف أنا عاوز أجوزك مين، وساعتها كنت هتعرف وتتأكد إن كل اللي في دماغك الوسخة دي زبالة ملهاش أي أساس. لو عاوز تكبر بصحيح لازم تشب بعزم ما عندك وتشوف أبعد من الكل، مش تكعبل على اول سلمه وتضب زي لعمه في وسط الزحمه. الجوازه اللي بقول لك عليها دي هي اول السكه. انت في دماغك تجوزني مين؟ روح حضر حالك والبس كل اللي على الحبل عندك عشان رايحين حفله مهمه. حفله ايه دي؟ هناك هتعرف كل اللي انا بفكر فيه. كل دول ماشي. ثانية واحدة، على فين يا جوز؟ ثانية واحدة كهربا. ايه يا مطلي؟ كل ده يا مطلي؟ افرض يعني كانوا نزلوا وانت مش موجود، عارف افندينا كان ممكن يعمل فينا ايه؟ مش عبان بطلعت العربية وغزلتها وفولتها؟ ماشي يا مطلي ماشي. يلا روح قول لهم ان احنا جاهزين يا اخويا. انا هقول لهم دلوقتي، وخلي بالك من العربية، اوعى تحكها. قلبك ايه يا حبيبك؟ هيبقى ما تخلص بقى يا كرامه، هي اصلا متلمعه لازم تحطي بصمتك يعني. ماشي. هيبقى شكلك ايه لما اسيبك؟ تقول لقلبك ايه عن حبيبك؟ هيبقى شكلك ايه لما اسيبك؟ انا زي ما انت شايفه كده عندي شغل، ادعي لي بقى. ايه رايك يا كرم؟ حلو ده بنت العسل. تيجي معايا ازاي؟ انا رايح شغل، ينفع؟ ينفع؟